الركن الخامس من أركان الإسلام حج بيت الله الحرام لمن استطاع عليه سبيلا. نجوزو يتانو كن نجوزو سو إسلام نكوفانيا حجة. نعم الحج يجب في العمر مرة. إي حج إني لازمة كن يمياك يتيامتم يعني مرة موجة. وما زاد فهو تطوع نافلة. Yani mta kitaka fanya nyingi zaidi ya moja huyu atakuwa akokuwa anafanya sunna ala almustati amma ghayra almustati la yajib alayhi alhajj yani hii ni kwa ule mwenye anaweza mwenye hawezi huyu sio lazima kwake fa idha istata' alhajj badara ila alhajj wala yuakhir yani mtu ana akiweza kufanya hija huyu ni lazima afanye asi yani asiseme nitafanya baadaye naam hadha huwa arrukn alkhamis قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس يعني الإسلام بناء هذا البناء يقوم على أعمدة خمسة لو أسقطنا عمود من هذه الأعمدة انهار البناء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم متنبيه إي زندون غوزو تانو زاو إسلام إي إسلام من الجنجيو كو إيزين غوزو تانو موجة إكي كوسكانا بس جوا كواما أو إسلام واكو وليش أنغوكا والله أعلم.